السلام عليكم دستور قناة دستور على يوتيوب. جايب لايك الفيديو، يا ريتك دلوقتي انت بتشوف الفيديو اضغط لايك يعني، واشترك في القناة يعني زر الاشتراك مش بعض ولا يعمل اي حاجة، اضغط بس اشتراك عشان بس يدعمني وانزل فيديوهات كل يوم بدل ما انزل فيديو كل اسبوع. وعنوان الفيديو ده كان عرض عسكري مخيف للجيش المصري. جايب ده الفيديو، عاوزك تشترك في القناة واضغط لايك. والله نبدأ الفيديو. بدأنا الفيديو. قوات الصاعقة المصرية، استعراض مخيف. يقولك فداء مصر، قوة ضاربة. يعني شو دول الطلبة لسه متخرجين بعد 4 سنين تدريب كليات الحربية الصاعقة، سلاح الصاعقة، تدريبات مرة قاسية. نزلت فيديو تدريبات القوات الصاعقة المصرية على القناة عندي، خش شوفوا. كلنا جيش واحد، القوات الصاعقة، شوف تدريبات في منطقة القصوى، عزيمة، فداء. شوف تدريبات، ده عرض العسكري، ده عرض العسكري. اما التدريبات هننزل فيديو على القناة. واو، تدريبات، عارف منتهى الاناقة، كل القوات، كل العضلات، يعني هذا جسم قوي، يقدروا يكون جسم قوي وبنية حلوة. شوف انتم فوق الشعلة، خش نفوق العربية ورمكم برا على طول. لسه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ده عرض الإعلام، عرض الإعلام. شوف 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 الطلبة عاملين ازاي، شوف الطلبة عاملين ازاي. 20 ماسكين السيوف في منتهى الأناقة والفخر. لكن جيش مصر للطلبة، جميع القوات. بيعملوا ازاي؟ يعني التدريبات ديت اللي بيعملوها في الصالة ديت بيتدربوا عليها مدة 4 سنين، تدريبات مرة قاسية. نتكلم. من يريد أن يعلم أن معين هذه الأمة، بدهم رسالة وكده وعلى الدبابات والمدرعات والدفاع الجوي. ما دام لديها رجال للرادار، الرادار المتحرك، فكلما صعد لاقي بطاريات الصواريخ الى السماء جادت الارض بألف غيره. قصدي في الاشتراك.